إذن عودة مرة أخرى وياكم وبرنامج يوم جديد وكثير من الأمور الإيجابية اللي تحدث في بلدنا من خلال القطاعات الخاصة، مو فقط من خلال المواطنين، لكن نحن دائما نسعى أنه نشوف بعض الحالات الإيجابية يا حسناء. خاصة القطاع الخاص حس بالشعور بالوطنية ودعم المواطن ومجالات أخرى. فإذن اليوم موضوعنا راح ننتقل إلى اللي هو من ضمن المبادرات الإنسانية والمجتمعية اللي قامت بها مجموعة من شركات الاتصالات في العراق. قامت آسيا سيل بدعم قطاع التعليم عن طريق توفير انترنت مجاني لتجسيد التعليم الالكتروني الذي ينظم معنا عبر سكايب. حاليا راح ينضم لنا عبر سكايب للتوضيح اكثر حول هذا الموضوع والاستاذ عبد الله حسن المتحدث الرسمي لشركه آسيا سيل. اذا حياك الله وصباح صباح الخير. صباح النور. رمضان كريم. حياك الله. رمضان كريم. رمضان كريم يا أهلا وسهلا. كل الهلا. بداية أستاذ عبد الله، دعم قطاع التربية والتعليم اليوم، شلون ممكن راح تحققون هذا الدعم وبأي طريقة؟ طبعا تعرفون أنه قطاع التربية والتعليم يعني يعتبر من أهم الركائز في حياة أي مجتمع في العالم، لأنه التعليم يعني حجر الأساس لبناء مجتمع صحي ومجتمع يعني واعي. طيب. احنا كشركة آسيا سيل يعني من كبريات الشركات الاتصالات في المنطقة، يعني نعتبر أنفسنا كرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية اللي تعتبر كنوع من فلسفة جديدة في حياة الشركات الكبرى في كل الأنحاء، في كل أنحاء العالم. نعم. طبعا مبادرات آسيا سيل يعني مو مبادرات عشوائية أو من أحادية الجانب، إنما تعتبر كمشاريع يعني سيستماتيك يعني بشكل منتظم. وهذا يعني نهج الإدارة مال آسيا سيل. طبعا لأنه بلدنا يعني مرت بالكثير من المعاناة والمشاكل في كل المجالات، يعني ما قدرنا أنه نركز على يعني جانب واحد من حياة المجتمع، لأنه دائما عندنا مشاكل بالبلد. فيعني مشاريعنا تهتم بكل القطاعات وبكل الجوانب من حياة المجتمع. أما بالنسبة لقطاع التعليم يعني هو مهم جدا أنه إحنا بادرنا الكثير. احنا هذا كان سؤالنا استاذ عبد الله، انه موضوع المبادره هل يا ترى تم التعاون مع وزاره الاتصالات ام وزاره التربيه اولا، ومن اللي بادر؟ حضرتكم كشركه اتصالات لو الوزارات هي اللي حاولت انه تطلب من عندكم؟ طبعا احنا في بدايه العام كشركه آسيا سيل اعلنا عن امكانيات جديده للشركه، يعني بغض النظر عن إمكانيات الإنترنت والمكالمات اللي هي تعتبر جوهر الطبيعة مال صناعة الاتصالات في البلد، أعلن عن مبادرات جديدة لتوفير الخدمات الرقمية والآي تي سولوشنز للشركات التجارية وللقطاع الحكومي، يعني كنوع من المبادرة. طبعا هذه الإمكانيات صارت نوع من خلينا نقول مشروع للداخل آسيا حتى يكون القطاع الحكومي هم يحتذى بهذا المثال والشركات الأخرى. طبعا المهم مو أنه مبادرة أي وزارة أو شركة، لأنه إحنا حاليا في أزمة كورونا ونعاني من مشاكل هواية، فإحنا استجبنا لهذا النداء وقمنا بتوفير إنترنت مجاني للمنصات الحكومية الخاصة بهذا المجال، مجال التعليم الإلكتروني، وهذا هو المطلوب منا في هاي المرحلة. يعني هي مبادرة جميلة توفير النت اليوم ذكرت فقط للمنصات الحكومية. سؤالنا هنا، شو ممكن الطالب يحصل على هذه الحزمة اللي هي حزمة الانترنت؟ بالإضافة كم يبلغ مجموعها الشهري وأيضا ساعتها اليومية؟ ممكن تشرح لنا يعني هذه الآلية وطريقتها باختصار؟ طبعا أكو منصتين إلكترونيتين للتعليم الإلكتروني في العراق، واحد بالحكومة المركزية بغداد والثاني بإقليم كردستان. طبعا أكو ويب سايتين لهذا الموضوع. الويب سايت الأولاني اللي هو مخصص لطلاب في المدارس الابتدائية إلى السادس الإعدادي في كل أنحاء العراق، والثاني أيضا في إقليم كردستان نفس الموضوع. احنا خصصنا 15 جيجا بايت شهريا للطالب فقط للولوج الى هذه المنصه التعليميه. ما ممكن للطالب ان يعني يكون عنده اكسس للويب سايتات الاخرى او التصفح في الانترنت كيفه، لا. هذه الميجا بايتات مخصصه فقط للجانب التعليمي وللولوج الى هاي المنصات الالكترونيه
اللي أنا ذكرتها. يعني الطالب مو ممكن أنه يتصرف بها بحرية، يعني هو أيضا كان سؤالنا، يعني كانت مخصصة فقط للدراسة، هل يا ترى أنه هي مثلا محجوبة المواقع فقط، مفتوحة لمواقع معينة اللي هي تخص بالدراسة لو، أم هي أنه فقط مخصصين 15 جيجا بايت إذا استعملتها ونفذت راح تخسر حقك في جانب هذا المجال أو بالتعليم الإلكتروني، لأنه ما راح يبقى عندك حزمة إنترنت يعني. بالضبط، يعني هذا هو الموضوع، انه الطالب يحتاج الى هذه الحزمه فقط للولوج الى هاي المنصات، لانه يعني دائما لازم يكون عليها الجهد. يعني استاذ عبد الله نفهم من حضرتك انه لازم يحسن التصرف بها، ما يحاول يتصرف بها بحريه حتى يحافظ على حقه بمجال التعليم الالكتروني، لان اذا صرفها راح يمكن يبدي يصرف على حسابه وهو يشحن الانترنت على حسابه، لان الانترنت هي انتم حاسبيه حسب مجالكم، يعني ممكن ال 15 جيجا بايت تكفي لمده دراسه شهر كامل يعني. بالضبط، وهذا هو الهدف، لأنه إحنا نريد الطالب يركز على الدراسة مالته والمناهج، لأنه مو وقت يعني هذا النوع من الانترتينمنت في هذا الوقت اللي هو يدرس أو تدرس بالبيت عن بعد، وهذا هو الحال في كل العالم، يعني لازم نربي يعني طلابنا وطالباتنا على هذا الموضوع، يكونون يعني فوكس يعني مركزين على هذا. طيب هنا أستاذ عبد الله الدعم يعني راح يكون عبر مواقعكم الخاصة بالشركة، أو ممكن أكو موقع خاص بالطلبة وتعليمهم يمكن الوصول إليه عن طريق جوجل، شلون الطريقة؟ طبعا أكو موقع تسمى IEPN.IQ، وموقع آخر في إقليم كردستان تسمى Iwana.KRD. يعني تعتبر منصات تعليمية وبها كل المناهج وكل المواد التعليمية الموجودة. طيب. وممكن الطلاب هم يعني يتواصلون ويا الأساتذة مالتهم ويكون بناتهم حتى مسجات وكولات وفيديو كولات بناتهم. طبيعي. فهذه المنصات مخصصة يعني لهذا الموضوع. نعم. هل يا ترى أنه هاي الخدمة راح تشمل كافة المحافظات العراقية وكافة المراحل الدراسية، لو أكو استثناء بالمراحل الدراسية أو بعض المحافظات العراقية؟ لا ماكو استثناء، يعني كل المحافظات العراقية يعني مشمولة بهذا العرض من شركة أسسيل، من الشمال إلى الجنوب. شركة أسسيل لديها أكثر من 14 مليون مشترك في كل أنحاء العراق، وهي الرقم ضخم جدا، يعني ممكن الاستفادة من هذا العرض من أسسيل أو مبادرة من أسسيل من قبل الطلاب يعني. طيب اليوم راح تستمر شركة آسيا بهذه الخدمة إلى إشعار آخر أو فقط بموسم أو إلى نهاية الفصل الدراسي؟ لا إحنا موجودين وهذا العرض موجود، وشركة آسيا يعني مبادرتنا دائمية. بس ممكن إذا في مرحلة من المراحل وزارة التربية أو الحكومة يعني بادرت بأشياء جديدة أو طلب منا يعني طلبات جديدة، فإحنا جاهزين يعني مستمرين بهذا. أي إلى إشعار آخر يعني. بالضبط. أكيد ما تقصرون إن شاء الله. إذن بعد هذه الخدمة الجميلة لهذا البلد وضمن أزمة كورونا الأزمة العالمية، شكرا لآسيا سيل وشكرا لحضرتك وتواجدك ويانا الأستاذ عبد الله حسن متحدث الرسمي باسم شركة آسيا سيل، وشكرا أيضا إليك، نتمنى أن باقي الشركات الأخرى تحذو حذوتكم في هذا المجال. شكرا خدمة جزيلا. للعراق وشعب العراق. أهلا وسهلا، حياك الله. إذن